أهلا بكم مشاهدينا في أهم أخبار الاقتصاد. اتهم عضو اللجنة المالية النيابية جمال كولجر جهات سياسية متنفذة بالسيطرة على ملف المحاضرين في مدن البلاد. وأوضح كولجر أن الحكومة لا تمتلك قاعدة بيانات أو أرقام واضحة بعدد المحاضرين، إذ إن جميع الإجراءات الإدارية تجري بصورة عشوائية. وأضاف أن تثبيت المحاضرين قد يستغرق عامين كاملين بسبب إتمام قاعدة البيانات وإنهاء خطر استحواذ مافيات الفساد على ملف التعيين بشكل كامل. يذكر أن المحاضرين المجانين في بغداد والمحافظات يواصلون تظاهراتهم للمطالبة بالتعيين على الملاك الدائم. أعلنت غرفة التجارة الإيرانية العراقية أن حكومة بغداد لا يزال عليها دفع ديون للقطاع العام الإيراني في مجال الطاقة. وأضافت الغرفة أن إيران تلقت متأخرات بقيمة 1,600,000,000 دولار لصادرات الغاز إلى العراق، إلا أن هناك مزيدا من الديون يجب على البنك المركزي العراقي أن يقرر ما إذا كان ينبغي دفعه نقدا أو في شكل حوالات إلى دول ثالثة لشراء البضائع المستوردة منها. ازدادت نسبة استهلاك المصافي الغربية الأوروبية والأمريكية من النفط المصدر من العراق تدريجياً بعد حظر النفط الروسي، فضلاً عن المساعي الحكومية لبحث مساحات جديدة في هذه الأسواق لتعويض ما قد يخسره العراق في الأسواق الآسيوية ولا سيما الهند والصين، والذين بدأوا باستيراد كمية كبرى من النفط الروسي وترك باقي النفوذ نسبيا ولا سيما النفط العراقي. وقد ازداد استحواذ النفط العراقي في الأسواق الأوروبية والأمريكية ليصل إلى نحو 30% من صادراته النفطية بعد أن كانت تتجاوز نسبة 18% في أحسن الأحوال. ومن المرجح أن تزداد أيضا حصة العراقي أكثر في الأسواق الغربية لتصل نسبة صادراته إلى تلك الأسواق قرابة 45% من مجمل الصادرات العراقية. هوت أسعار النفط بأكثر من 5% إلى أدنى مستوياتها في 4 أسابيع مع تزايد المخاوف من احتمال أن يؤدي رفع البنوك المركزية الرئيسة الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الطاقة. وقد سويت العقود الآجلة لخام برنت عند 113 دولارا و12 سنتا للبرميل بتراجع 6 دولارات و69 سنتا. هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط عند التسوية 8 دولارات و3 سنتات لتقفل عند 109 دولارات و56 سنتا للبرميل. هذا وكانت الأسعار مرتفعة بنحو دولار للبرميل صباحا متأثرة بمخاوف من تراجع الإمدادات. تراجعت عملة البيتكوين الرقمية بأكثر من 5% ونصف الدرجة لتصل إلى مستوى أقل من 19,000 دولار، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها قيمتها لأقل من 20,000 منذ عام 2020. وقد تأثرت العملة الرقمية الأشهر في العالم كثيرا بعدما جمدت منصة سيليزيوس الأمريكية جمدت عمل السحب والتحويلات، مرجعة ذلك إلى ظروف صعبة في أحدث علامة على اضطراب سوق المال الذي اضطرب عالم العملات الرقمية. هذه انتقالة سريعة مشاهدينا لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. كانت هذه مشاهدينا أما أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.